فهمتيني عارف شنو واقع في الدول ديال الخليجيه، فهمتيني راه التاثير ديالها على الدول الخليجيه اللي هي اصلا بسعوديه. فبالك حنايا باقيين يعني ما وصلناش لديك المستوى الاقتصادي هذاك، يعني نكونوا يعني تنا كتعرف القدره الشرائيه ديال المواطن المغربي شويه يعني ولا زادت يعني مقارنه معنا تتاثر بالدرهم، فطبعا غيكون عندها تاثير طبعا على الاقتصاد. ما نكذبش عليك اخويا، انا ما عنديش شي فكره على تعويم الدرهم بالنسبه لي، انا يعني ما غادي يضرني ما غادي ينفعني، فهمتي؟ هي كفكره لي انا، كفكره الاخر لا ما نعرف. بالنسبه يولي بحال الاسهم طالع هابط، فهمتي؟ بالنسبه اللي خلي عايش للناس الجاليه وما بالنسبه لي انا ما غاديش ينفعني ما غاديش يضرني. ملي تنصرفوا الدرهم الاورو بعدا احنا فلوسنا اكثر من ديال الدولار ديال كندا. تنصرف انا غير 100000 فرنك تجيني 150 دولار، وغير الاورو هي اللي شويه طالعه على الدرهم ديالنا. والله يخلي لنا الدرهم ديالنا ما نبدلوش ابدا، انا بعدا عزيز عليا الدرهم والو، ما يعوجوه ما يعولوه ما يديروا له والو، خلي الدرهم هو الدرهم. حيدو غير ديك 20000 فرنك 20 درهم 20 فرنك 20 فرنك تتبقى غير تتشتت علينا تما، ما تدار بها حتى حاجه. بالنسبه لتعويم الدرهم، اولا كان عليهم يوعيونا يقولوا لنا شنو هذا تعويم الدرهم في التلفازه ولا في الراديو ومسائل هذيك، وثانيا كان عليهم ياخذوا الراي ديالنا مثلا يعملوا واحد الاستفتاء ولا شي حاجه، ماشي جاو وعوموا الدرهم. دابا حنا كنستقيو معلومه غير من الانترنيت يوتيوب داكشي، ما غير موثوق يعني ما تعرفش بالضبط واش راك فهمتي ولا ما عرفتي شنو كيعني هذا التعويم. كيجاو كيقول لك غادي يخرج على المغاربه وداكشي، ولكن ما مبنيش على اساس، خصني تكون عارف شنو كنقول، عاد نقول لك واش ياثر سلبيا ولا ايجابيا. طبعا التلفازه وكذا غيقول لك ياثر ايجابيا، والناس مخلوعين كيقولوا ياثر سلبيا، ما نعرفش شنو. راه تعميم الدرهم ما مسلكاش، حيتاش بنادم ما فحالوش وما الصالير ماشي هو ذاك، اللهم يبقى هو هو، ما حيتاش كيخليو حوايج الاساسيين وكيجيو بحال تعميم الدرهم. علاش غير ينفع المواطن؟ ما ينفع والو، داكشي علاش اللهم يبقى في محله احسن، حيتاش ما عنده لاش غير واخا يغير ما عنده حتى منفعه. ما متفقينش عليه، لحقاش يكون الدرهم مرة طالع مرة نازل، خداو هذا القرار ولكن ما مناسبش الشعب. حتى واحد ما أكثرية الناس ما موافقينش عليه، لحقاش شي حاجة اللي تيخليو على شي حاجة اللي نستافدو منها حنايا، تيمشيو لشي حاجة اللي بعيدة علينا غير تضرنا وصافي، تضر الناس كاملين. أول حاجة أنا ما عنديش شي فكرة على تعويم الدرهم، وديك الشيء صالح الناس اللي عندها الفلوس وكذا، ما حنايا الطبقه ما نلحقوا معاهم والو، وما نستافدوا منه حتى شي حاجه بحال طلع بحال هاو يبقى في موطور. ما عرفناش الدرهم واش كيعرف يعوم، يقدر يغرق ولا شي حاجه، حنا ما عارفينش الدرهم هذا واش كيعرف يعوم ولا ما كيعرفش يعوم. المغرب باقي ما وصلش لذاك الدرجه هذيك، اللهم نبقاو ملصقين في الدولار بعدا باش نبقاو دائما كنسواو شويه، لان تصور بزاف ديال الناس كاين فقراء ما يمكنلهمش، غادي توصل مثلا البنان يوصل 50 درهم ولا اللحم توصل 100 درهم للكيلو، باش نعاود نقوموا زعما لا فالور ديال لي ديغام سي با بوسيبل، ما يمكنش، حيت الدولار ماشي هو الدرهم. الدولار كاين تامين واحد الدوله اللي هي امريكا، واش امريكا هي المغرب؟ واش حنا غادي نعملوا واحد المقارنه ما بين امريكا والمغرب؟ واحد الفرق كبير كاين، يعني القدره الشرائيه المغرب، لا القدره الشرائيه المغرب معروفه وبقى في واحد الدرجه اللي هي بسيطه جدا جدا جدا، كاين واحد النسبه ديال 10% اللي غادي يقدروا يوصلوا لهذاك المرحله. بالحق بالنسبه للفقير بحالنا ما غاديش يمكن له ابدا. انا بالنسبه لهذا التعويم الدرهم اللي دارت الحكومه، لان الشعب ما كيستافد منها حتى بشي حاجه في هذا الشيء هذا، واصلا يوميه المواطن راه كما هي، ما عنده لا حتى شي ربح في هذا الشيء هذا. يعني حنا بالنسبه لنا كشعب كنفضلوا الامور تبقى كما هي، لان ما عندنا حتى شي حاجه في هذا التعويم الدرهم، وبصراحه من نص كبير في الشعب المغربي ما عرف حتى شي حاجه وما فهمهاش، ما بغاتش يتفهمنا هذه المساله هذه. وكنتمنى ان شاء الله يكون شي شرح وشي حاجه من عند الحكومه توضح لنا بهذا الشيء، هذا اللي كيكون هذه الزياده والتعويم وهذا هذا، تقدم شي توضح للشعب شنو هذا الشيء هذا، لان ما كنا كنفهموا حتى شي حاجه في هذا الشيء هذا.
اظن على ان تعويم الدرهم ماشي في صالح ديال الشعب، لان مازال الشاريه ديال الشعب مازال طايحه وغيزيدوا يطيحوا حتى الدرهم، هادشي ماشي في صالح ديالنا.